بسم الله الرحمن الرحيم. إلا سمحتوا دونك نبداو الاجتماع ديالنا. أولا كيظهر لي بأنه يعني فوقنا باش يكون واحد الاتفاق اللي غادي توقع عليه الحكومة وتقد توقعوا عليه يعني النقابات المركزية، وحنا جد فرحين مصورين أنه توصلنا النتيجة اللي هي ذات أهمية من بعد حوار ونقاش مع الفريق الحكومي اللي كيترأسو شي تكيب بن موسى، اللي دام هاد جوج الأسابيع واللي تخدا بجدية وبالمعقول باش نقدروا نوصلوا. أنا كيظهرني بأنه في هاد الظروف الحالية وكتعرفوا الظروف كيفاش ليها لا العالمية ولا الداخل، داخل قلة الأمطار ولا هذا، أن الحكومة عملت مجهود اللي هو جبار وكبير باش تواكبكم وتواكب يعني الأساتذة. وكذلك مرة أخرى نعبر بأنه إن شاء الله هذا الاتفاق اللي غادي نوقعوا عليه غادي يخلينا أنه نمشيو أسرع إن شاء الله في تنزيل الجودة ديال التعليم اللي بغيناها تكون في يعني داخل المؤسسات ديالنا.